ده باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ما لناش دعوه بيهم. انا جاي للراجل الطلياني. يلا بينا. ميلان. ميلان الريحه الحلوه في دوري الابطال. ميلان لما بيكسب حتى لو انت ما بتشجعش ميلان، وانا عارف اكيد انت ما بتشجعش ميلان يعني، بس تبقى مبسوط ان ميلان بيرجع تاني في دوري الابطال، واحد من الفرق الكبيره التاريخيه، 7 بطولات في دوري ابطال اوروبا. فانت بتتكلم النهارده تخطيل توتنهام، بعض الناس وصفوها بالمفاجاه على ضوء المستوى المتاخر شويه والمتراجع شويه لميلان في الدوري الايطالي، ولكن عوده مفرحه لميلان. دي حقيقة كريم. انا انت عارف يعني الراجل انتريستا وكمان هو بعرف ده وجيمي، بس فعلا كنت سعيد جدا لميلان النهارده. كنت لسه بتكلم مع الشباب قبل ما نطلع هوا معاك انه فوز مهم جدا للكره الايطاليه. ميلان رغم التعثرات في الدوري استفاد جدا يعني في ظل القيود القويه جدا على الدوري الايطالي وعلى الفرق حتى الاغنياء او الابطال في ايطاليا الشمال كله، انتر وميلان ويوفي طبعا، وعملت تضييق عليهم بشكل قوي جدا. ميلان محتاج كل العيب يرجع، رجوع ابراهيموفيتش حتى لو ظهر في دقائق في مباراه الدوري كان مهم جدا نفسيا للعيبه وداخل غرفه خلع الملابس. عوده مينيان بعتقد انها 50% خفير. من قوه ميلان ده شال الكوره النهارده بالماتش شورت الكوره بتاعت هاري كين حارس. عايز اقول لك ان فعلا احنا كنا انا يعني كنا محظوظين ان كنا معاك ايام كاس العالم، كنا نتكلم على النجوم الفقدتها فرنسا، بعتقد انه كان من ابرز النجوم اللي كان لازم يلعب كاس عالم صح، وكان هيفرق جدا في كافه فرنسا حتى في مباراه النهائي مثلا. فكل عوده فيه انه يستعيد مستواه، فيه كان بيقدم مستوى سيء جدا حوالي من 4-5 ماتشات دلوقتي بيزيد فيه اللي احنا عارفينه، بيلعب للخط الخط بيسدد بيقف حلو قوي على البوكت، كره جابها الفريست تايم على 18 واحد من افضل اهدافه. بالتالي ميلان استفاد من كل عوده لاي لعيب عنده. عايز اضيف اسماعيل بن ناصر. طبعا اسماعيل بن ناصر خطير، اكتر لعيب اندر ريتد في مركزه في اوروبا كلها. اسماعيل بن ناصر لغايه الدقيقه 96 بجد كان عامل فرق رهيب بالنسبه لميلان، وكان في كمان في التحولات الهجوميه كان حل خطير جدا. اتفق جدا مع هوبا بن ناصر، من احد العناصر كمان شطاره يعني. دايما نتكلم على انه بيولي على مدار السنه اللي فاتت قدر بلعيبه ما هياش الاقوى حاجه او التوب كواليتي قدر يحقق الدوري قدام انتر وكلام، بس في الكواليس يا كريم في راجل اسمه مالديني قدر بامكانيات قليله جدا يقدر يجدد لعيب بقيمه بن ناصر. اسمه راجل اسمه مالديني. اسطوره يعني اسمه مالديني يا باشا. اسطوره في اللعب وبيكمل طبعا الاستمراريه. ايوه في واحد معدي هنا اسمه مالديني، ده اسطوره العيله كلها يعني. الهيراريك او التدرج العائلي كلهم لعبوا في فرقه وافادوها. فبالتالي فوز مهم جدا قوي ان احنا نلاقي في الدوري الايطالي ميلان بكل التضييق على الكالتشو العظيم والسيريا في الكوارتر فاينل، انتر لازم يتاهل. وجود انتر وميلان في الدور ربع النهائي مهم جدا ان ايطاليا تطلع نسبيا من الازمه اللي هي فيها. كفايه ميلان بصراحه، كفايه ميلان، كفايه ميلان. مش قصدي اقول مفيد قوي. ماشي يا كريم. نابولي كمان اللي هو نابولي خطفته بس ما خدش باله يعني، خطفته. مهم نابولي وانتر يعني، نتمنى هم كمان ويوفي طبعا في اليوروبا، لكن في اليوروبا ليج انا اسف. فبالتالي طبعا فوز مهم جدا. برضو الناحيه الثانيه بقى يعني عين على منافس كده، كنت بتزيد بقى قوي 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 الشكوك حوالين اللي هيحصل في اخر السيزون والتقييم. الراجل لما حصل له كان تحت الرعايه الصحيه في ايطاليا، كان في كلام انه عمال بيتواصل مع الانديه في ايطاليا انه عايز يرجع ايطاليا، وحاسس انه السنه ونص او العقد بتاع توتنهام خلاص هو كده ادى كل حاجه عنده، خاصه ان الفريق كان بيكسب في عدم وجوده. صح. ملامح المعطيات او الاهداف عن توتنهام مش واضحه. هل طيب